تحياتنا للجميع بحلقة جديدة من كلوز شوتس. بحلقتنا لليوم رح نحكي عن المعلومات الأولى لمسلسل طب الأصل. من قرابة العام تقريبا تم إغلاق شركة جولدن لاين وصاحب المنتج نايف الأحمر بالإضافة للمخرج فادي سليم لأسباب اقتصادية ليتضامن أغلب النجوم والفنانين السوريين مع الشركة وصاحبها وطالبوا بالإفراج عنهم وإعادة فتح الشركة لاستكمال نشاطها الفني داخل سوريا. تأسست الشركة عام 2006 وبدأ إنتاج الفني عام 2008 من خلال مسلسل بيت جدي، أحد أكبر شركات الإنتاج السورية. أنتجت لليوم ما يقارب 30 عمل فني داخل وخارج سوريا بالعشر سنوات الأخيرة بمسلسلات كان أهمها هارون الرشيد والجزء الثاني من دنيا، بالإضافة لعدد كبير من مسلسلات البيئة الشامية مثل الأميمي، وردة شامية وخاتون. جولدن لاين اليوم عم تستنفذ نشاطها الفني، وكان من المحتمل عرض مسلسلات من إنتاجها بالموسم الرمضاني الفائت. مسلسلات كان أبرزها مسلسل هوس من بطولة عابد فهد وهيبة طوجي اللي تم تأجيله للموسم الرمضاني المقبل. أما أبرز الأعمال اللي رح تقوم بإنتاجها شركة جولدن لاين بالاشتراك مع اي سي ميديا حالياً هو مسلسل طب الأصل، عمل فني بينتمي لفئة المسلسل القصيرة. هالعمل مكون من 10 حلقات بتدور أحداثها بحسب القائمين على العمل ضمن قصة واقعية قد تبدو مألوفة إلا أنه بتاخد شكل الصدمة والمفاجأة بأحداثها وتحولاتها وشخصياتها. هالعمل هذا بيحمل جرعة تشويقية عالية ودراما صادمة شديدة الشبه بالحياة، بتدخل بدواخل النفوس لتوصل لمناطق خطرة بتهدد سلوك ومصير الشخصيات وعلاقتها الاجتماعية. تصريحات الكادر الفني والتمثيل للعمل بتأكد أنه المسلسل رح يقدم صيغ درامية ما بتشبه الصيغ اللي يتعود عليها المشاهد بالسابق. هالعمل هاد تأليف سلام كسيري بطولة عباس النوري، ميلاد يوسف، فايز خزق، هبة نور، مرام علي، نور علي، وعدد من النجوم السوريين، ومن إخراج علي العلي. بالأعوام السابقة بلشنا نتابع أعمال خارج السباق الرمضاني، وهالشيء أعطى الفرصة للمسلسلات المتواضعة إنتاجيا لكن عالية المستوى فنيا أنه تاخد حقها بالظهور والانتشار. ولحسن الحظ أن شركة جولدن لاين هي إحدى الشركات اللي عم تتخلى بشكل تدريجي عن فكرة عرض جميع أعمالها بضمن شهر رمضان، ليكون مسلسل طب الأصل إحدى الأعمال اللي من المتوقع نشاهده قريبا على الشاشات. ولهم نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. تضلوا بخير، كان معكم فريق كلوز شوتس.